متتبعي قناة فاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. هذه الحلقة هذه غادي نناقشوا موضوع تاع الصراع ما بين اصحاب الطاكسيات والتطبيقات الذكية، ولكن من وجهة نظر فاعل جمعوي مهتم بهذه القضية هذه، وهو السي عبد الحق عتيق رئيس جمعية مولي حسن للتنمية المستدامة. السي عبد الحق عتيق يعني تيكب على واحد الدراسة حول الصراع ما بين اصحاب الطاكسيات والتطبيقات الذكية، وايضا له تجربة على مستوى التطبيقات الذكية. السي عبد الحق عتيق مرحبا بك. شكرا لكم وشكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا على الاهتمام بهذا الموضوع ديال النقل والتنقل عبر التطبيقات الذكية. بداية يعني حدثنا شوية على التجربة ديالك الشخصية في هذه القضية تاع التطبيقات الذكية، كيفاش جات هذا الموضوع التطبيقات الذكية بالنسبة لك انت؟ تجربة زاخرة، تجربة غنية، فتحت لنا افاق ديال اللقاء ديال بعدد مجموع من الزبائن اللي كنتشرفوا حنا كمغاربة ان الطينة ديال هاد الزبائن او الطينه ديال المغرب راه فعلا كاينين وموجودين، ولنا الفخر، لنا الفخر وكل الفخر اننا نخدموا ونخدموا سيرفيس ديال هذاك المواطن. بالنسبه لك انت الصراع اللي كاين ما بين اصحاب الطاكسيات والتطبيقات الذكيه، واش عنده ما يبرره ولا غير تبقى غير يعني شوف فين كاين المشكل بالضبط؟ المشكل في مدى شرعيات ومدى غير شرعيات، مدى قانونيات ومدى غير قانونيات التطبيقات. هنا فين كاين الخلل؟ هذا هو مكمن بالنسبه لك واش التطبيقات قانونيه؟ شوف مادام التطبيقات كاينين وموجودين على الارض وخدامين فيهم واحد المجموعه ديال المقاولين الذاتيين ومسكوت عليهم الا وانهم راه كاينين، ولكن صحاب الطاكسيات تيقولوا بانكم تتخدموا بدون قانون، ما عندكمش رخصات انكم يعني تركبوا معكم الناس. هذا ماشي اختصاص مبين الطاكسيات على اساس انه يقول مدى شرعيات او مدى غير شرعيات، اختصاص ديال الطاكسي الخدمه ديال الزبائن وخدمه ديال المواطن. لا اقل، ولكن انتم راه تتنافسوا على مستوى الشارع. ديك لا مونوبولي خصها تحيد، هذيك لا مونوبولي ديال الطاكسي هو اللي كاين. كاين الخطاب ديال جلالة الملك حفظه الله راه ما فاتئ من يوم تربى على عرش اسلاف المنعم وهو يدعو الى التنميه ويدعو الى التحديث. ما دام يدعو الى التحديث فهذه راه اشاره حتى القطاع تاع النقل انهم يدخل في مسلسل ديال التحديث. وهذه التطبيقات الذكيه راه تطبيقات عالميه ماشي غير تطبيقات وطنيه، وراه تبدات النجاعه ديالها والنجاح ديالها على واحد المجموعه ديال في مجموعه ديال الدول والدول المتقدمه. وبما ان المغرب يسعى الى بناء ديال بناء المدينه الجديده، فراه ما يمكنش ان المواطن اللي ساكن في القطب الاقتصادي والمدينه الذكيه انه يخرج على برا التروطوار ويقلب على الطاكسي. فالناس فكورونا كيف جات كورونا راه رب ضارة نافعة، يعني هي الكورونا هي اللي هي زادت الناس خلات المواطن لصيق بالهاتف ديالو. ومن المواطن واش عندي واحد السؤال لصحاب الطاكسيات اللي سولتينا صحاب الطاكسيات، واش تفاصيل من النقابه او ما ينسائقين ديال الطاكسيات غادي ندخلوا في الحريه ديال الاختيار ديال المواطن؟ المواطن كيختار، المواطن عنده حق الاختيار واش غادخل النقابه او فصيل نقابي او سائق طاكسي، يدخل في حريه الاختيار ديال هذاك المواطن. ولكن هما تيقول ان ما خصش تكون هذه الفوضى على مستوى الحركه السيروجيه، هما عندهم رخصه السياقه، عندهم رخصه تاع الثقه، يعني صحاب الطاكسي صحاب التطبيقات الذكيه ما عندهمش رخصه تاع الثقه. التطبيقات الذكيه اول ما خدم بها راه خدموا بها ماين طاكسيات بعدا هما اولا. فلكن هذا السؤال اللي طرح عليا خصو يطرح عليهم هما، علاش دخلتوهم انتم اصلا النهار الاول؟ خدمتوا بهم انتم اصلا النهار الاول، وكان اللي خدام بهم من نهار بدات اوبر حتى مشات عاد جات تطبيق كريم هي يسير بلينك. شحال تقريبا من التطبيقات كاينين دابا؟ وتقريبا راه كاين دابا شي 6 ديال التطبيقات. 6 ديال التطبيقات. وكاين شي تنسيق بين ليزابليكاسيون ولا كل تيخدم؟ نو، كل شركه كتخدم ولا كل ادمين تيخدم، ادمين ولا ادمينستراتور ديال ابليكاسيون تيخدم بصفه مستقله. والشركه الام فين كاينه تقريبا؟ الشركه الام بالنسبه للشركات كاملين. كاينين شركات وطنيه وكاينين شركات دوليه. كاينين شركات وطنيه وكاينين شركات دوليه. هذا هو اللي كاين. من بين المؤاخذات اللي تتخذ على التطبيقات الذكيه هو ان تيقول لك ما تتنسجمش مع يعني المجتمع المغربي، المجتمع محافظ، ديما تنقول لك وجهه نظر اخرى تاع اصحاب الطاكسيات. ما حضرش معنا شي واحد من الطاكسي تيقول لك ان المجتمع محافظ وما يمكنش
اي يجي واحد من الطوموبيل يوقف راس الدرب يهز واحد البنت ولا واحد المراه ولا هذا يعني. شوف هذا اختيار ديال المواطن اختيار ديال الزبون. الزبون عنده حريه ديال الاختيار، بغى ياخذ طاكسي راه تهود كيبقى تصنع طاكسي حتى يجي على خاطره ويتصنع الطاكسي الى هذا الله ولا سخر الله يدي لهذيك الوجهه اللي هو باغي يمشي لها. اما بالنسبه لي زابليكاسيون فايسون فلويد راه يسروا او سهلوا مأموريات النقل والتنقل بالنسبه للمواطنين. ما تشوفش ان خاص تكون واحد يعني كلمه سواء ما بين التطبيقات الذكيه واصحاب الطاكسيات باش يتم الاتفاق حول واحد من هذا من هذا من هذا المنبر من هذا المنبر المحترم ادعو ادعو السلطات المحليه الادارات العموميه النقابات جميع المتداخلين لا من قريب ولا من بعيد باش توضع حد لهذا المشكل هذا ديال النقل والتنقل عبر التطبيقات الذكيه والصراع ديالهم مع اصحاب الطاكسيات. ما تشوفش خص يكون واحد يوم دراسي؟ علاش ما يكونش يوم دراسي؟ ادعو والله واحده من الامور اللي حنا كجمعيه للمجتمع المدني ندعو اليها هو ادار واحد المؤتمر وطني ولا مؤتمر جهوي، بما اننا تنتكلموا على الجهوي المتقدمه وتنهضروا على لا تمركز وتنهضروا على روح ومخرجات النموذج النموي الجديد. فندعو الى حوار وطني يتجمعوا فيه جميع المتداخلين من دارك من امن من ضرائب من الماليه من السياحه من وزاره العدل من الداخليه مع لي زادمين ولا الشركات ديال النقل مع النقابات المركزيه ويجتمعوا ويدوا واحد المؤتمر وطني اللي باش يدار حل لهذا الموضوع هذا ديال النقل والتنقل عبر التطبيقات الذكيه. يعني بالنسبه لك انت خاص ضروري نوصلوا للحل باش ما نبقاش في هذا البراكاج وهذا القضيه. لابد يدار الحل هذا الموضوع هذا، لابد يدار الحل، سينو اللي ما دارش حل راه غادي توقع شي حوايج اللي لا تحمل العقبه ديالها. بالنسبه واش كاين هذا الصراع كاين على مستوى مدينه الدار البيضاء ولا ايضا على المدن الكبرى الاخرى؟ والله الصراع على ما طلعت عليه الصراع كان في الرباط وكان في الدار البيضاء خصوصا في الدار البيضاء وكان الرباط واكثريه الدار البيضاء بزاف بزاف راه الشطط. والتطبيق هذا كاين شحال مشغله دابا تاع الناس؟ وعلى حسب العلم ديالي ما بين 1600 حتى 2400 مقاول ذاتي مقاول ذاتي اللي تيشتغلوا على التطبيقات بمختلف التطبيقات ماشي غير في تطبيق واحد. سي عبد الحق شكرا جزيلا على التواصل. العفو شكرا على الاستضافه ويومكم مبارك سعيد وشكرا لكم. شكرا متتبعي قناه انفاسبريس والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج قصه سيتي.